عايز اقول لك معلومه خطيره جدا يا استاذ ناصر. الناس بعض الناس بتزعل. الصوت كده واضح كويس؟ ان انت بتلقي الضوء يعني على قضايا الزمالك وقضايا الاهلي والقصه دي. احنا في الاهلي مش لاقيين حاجه نتكلم عنها غير الصفقات والقصص دي، لكن في مجلس الزمالك صفقات جاريه يعني ربنا يوفق. انت عارف انا الزمالك ده في دمي، عشان بس الدنيا اما باجي انتقد بنتقد عشان نبقى يعني للاحسن طبعا. خاصه انا وانت المكان ده يا استاذ ناصر، انت قلت لا طب راحت النادي. انا والله مش عمري ما بفتخر ولا بقول كده، كنت عايز اسن سنه اقول يا جماعه في ممدوح عباس وابنه جميل ايمن، وفي احيان على استحياء هاني بيرجي والعبد لله. انا ما بحسبش انا من سنه يعني 2016، خلي بالك كان في استاذ مرتضى برده كنا بنتبرع احيانا اللي بتوع تونس تاور نجيب لعيب صيني يلعب معانا بطوله عربيه، حاجات على سكيل صغير شويه. بعد اللجنه من 2020 لما اخش النادي ماليش مفارش، ماليش العمال بشغالين عشان ما بيقعدوش في مناسبات زي رمضان، الاقي ملعب كوره باص، الاقي السباحه ما فيش مدربين عاملين اضراب ما بيقعدوش، فكنت لازم ادخل. وكان انت عندك لجنه فاضله بتاعت اللواء عماد ومستشار هشام، هم يعني شهود ويمكن تصدق يعني سالتهم قبل كده في كام مره. صح والله يا صنعان من غير حساب يعني. ولما الاقي هذا العطاء يا صنعان لما جه الاستاذ حسين لبيب، ويعني عايز اقول لك بقى كان ذروه العطاء في الوقت ده، يقابل بنكران انا طبعا مصدوم. ليه برضه؟ ما اعرفش يعني. فانا زعلان جدا، كنت نفسي يا استاذ عبد الناصر ابناء الزمالك المخلصين يتكاتفوا لحل الازمه الماليه دي. في بقى حاجه انت شو خد بالك منها يا استاذ ناصر، ال 12 عضو بتوع نادي الزمالك دول ولا واحد منهم مارس في مجلس اداره الا احمد سليمان. حضرتك عارف المعلومه دي؟ كلهم ما جوش مجلس اداره قبل كده، عمرهم ما حد اشتغل في مجلس اداره نادي. عشان بس معلومه ليك. حضرتك ده جديد اول مره جديدة. وانا دايما بجيب لك الجديد خلي بالك. من زمان من ايام 2017 والله كنت دايما بقول لك معلومه. على فكره ممكن حضرتك الكابتن هشام نصر كان في اتحاد اليد. لا انا انت بتتكلم على داخل نادي الزمالك. لا اتحاد اليد خلي بالك اداره الانديه مختلفه تماما. والكابتن حسين لبيب لما جه تعيين لا ده جه لجنه كلهم اول مره يبقى حبيبي جه لجنه دي مشكله. فاهمك انت بتتكلم اول مره يجوا بالانتخاب. انا لما باجي انتقد انا راجل كنت يعني كنت ولا زلت من على مدار 32 سنه من عمري، وانا عمري قرب على 50 يعني، من دي المؤسسات ماليه كبرى تضم كل المستويات من وزراء سابقين بيشتغلوا في مجالس ادارات، وده طبيعي في كل حاجه. رؤساء مجالس ادارات بنوك ورؤساء مجالس بيشتغلوا في مجالس ادارات بعد كده لما بيطلعوا منه، فعلم الاداره ده علم فاهم ازاي مش فاهم قوي. صح لما تلاقي انا حتى لما طلعت مع الاخ مهيب في الام بي سي وانتقدته وكابتن حسين لبيب كلمني وكان يعني قبل الانتخابات بيومين واستغربت وزعلان جدا ان انا بقول له قائمه موحده، وحسين بيه لبيب طلع قال لك لازم القائمه موحده وكده. النادي حسسني يا صنعان هو بيصادر على حريه الاعضاء، ويا جماعه هيحصل مصيبه لو القائمه ما جاتش موحده. فقلت لهم ايه امتى قائمه موحده؟ لسه هم لاقيين بعض من يومين، امتى كانت موحده؟ ده هم لسه يعني عشان انت عارف انا قريب منهم كلهم. ما هو ده السؤال اللي بيهم الناس اللعيبه. النهارده خناقات في المعسكر. ايوه ولاعب ناشئ يطلع يقول لك عبد الواحد بيعامل اللعيبه معامله سيئه الشباب ويقول لك تراشق ما بين عضو مجلس اداره ومش نافع مع الكوره. فاكر ومدير الكوره وحدوته كبيره. فاكر وقعه مهمه جدا عشان الناس كانوا بيقولوا ايام مجلس الاستاذ مرتضى بياخدوا بعض قراراته ويرجعوا فيها. سيبك بقى من الكلام ده. النهارده الراجل اللي هو محمد صبحي وفتوح ربنا يفك اسره، والراجل الواد التالت اسمه ايه؟ مصطفى ايه؟ اللي هو المغربي ده مدافع، لما خرجوا واتعملوا لهم وقف. المدافع اللي هو بتاع الزمالك. التونسي ولا المغربي؟ لا المغربي المغربي. ما انا بنساهم. ده مهم ده بيلعب على طول اساسي يعني. انا والله نسيت عشان قبل النوم بس يمكن نسيت شويه. ما ده اساسي في التشكيل الاساسي اللي هم خرج في المعسكر بتاع التجمع وبعد كده قال لك هنمشيهم. زناري وبتاع. زناري يا مصطفى زناري يا ريس. شفت انا عارفهم بس مش عايز اقول اسماء. شفت لا انا بقول لك واقع يعني معروفه للقاسي والداني مش سر يعني، وهي حاجه مش مهجله. انا سابوا المعسكر. عدم انا ما قلتش ان هم سابوا عملوا حاجه وحشه، عدم الالتزام. مجلس الاداره خد قرار بيه قال لك للبيع. وبعد كده تراجعوا. قال لك بعد كده ماتش هنسحب من الدوري كده سحبوا من الاهلي. يعني انا مع احترامي يعني اموت واعرف ايه المغزى او يعني الانتصار او المهاره او الانجاز في حاجه زي كده. ولما اجي اقول يا استاذ عبد الناصر في عقم في الفكر، هو تقول لي في ازمه ماليه، هي خالص هي يعني مش ازمه فلوس، هي ازمه فكر يا استاذ ناصر. استاذ ناصر الفكر ده هو بيصنع الفلوس. الباور اللي بيجي لك ده العلماء الكبار دول هم بيحركوا دول.
يبقى عندك عالم. طب عشان انتوا كلكم اسمح لي يعني الكل قال لك كمجلس مرتضى منصور وكان مجلس منتخب وجاءوا من اجل الاصلاح. النهارده 90% من الاعضاء اللي بيكلمونا انا بلاش اقول لك اعضاء اللي بيكلمونا انا يقول لك يا باشا الخدمات زي الطين ولا يوم من ايام مرتضى منصور. على فكره عايز اقول لك حاجه عشان كلمه حق والله انا ما دخلتش النادي من بعد الانتخابات ولا مره على الاطلاق الا مره كان معايا هشام ابراهيم كان ماسك رئيس اللجنه القانونيه في نادي مسكه فتره كده يعني حاجه منصب شرفي فرحت ابارك له. عايز اقول لك طبعا هو هشام حتى يعني يمكن هو يعني فضل هو يبتعد شويه وكده. عايز اقول لك ان النادي حاجته يرثى لها الناس كلها بتهم من منظر خدمات نادي. يا راجل هو في نادي ما فيش نادي خالص على الاطلاق. ولما نيجي نكلم الناس بكل ود وكل احترام طلبوا مني من قيمه كام يوم كده فريق التنس مش تنس طاوله يعني ندعم النادي بعض اللي انت عارف ان في طبعا انهيار في المستوى المالي ولا مرتبات المدربين ولا اللعيبه بيبيعوا بعض ادوات وبتاع. جينا ندعم يا سامي ناصر هنا الاستاذ حسين نبيه بيقول للناس الاخوه اللي موجودين مشرفين على اللعبه يعني ارجو ابتعاد محمد الماوي مش عايزين يعني يتصدر المشهد في اي حاجه. من كام يوم؟ طبعا ده من كام يوم والله كنت جاي ادعم يعني بقى حسين كابتن حسين لبيب الفاضل هو اللي بيقول لي كده بناء عليه برضو اوهام او هلاوس في دماغه او في دماغ حد محيط بيه. طبعا دي مش يعني هو قال لهم ما تاخدوش حاجه من محمد الماوي وابعدوا عن النادي. اه والله العظيم ثلاثه. انا عايز اقول لك هو عنده وهم ان انا مثلا اطمح ابقى رئيس مجلس الاداره ولا نائب ولا الكلام الفاضي ده في دماغي. وهو يعني على فكره يا استاذ ناصر كابتن فاروق جعفر صديقك صح كده؟ يبقى ساله كابتن حسين لبيب ده اول ما جه في اللجنه بتاعت 2021 لما خدنا الدوري اقسم بالله كان داخل النادي ما عارف باب رئيس مجلس الاداره من باب السكرتير من باب مدير النشاط الرياضي فوق والله ما كان عارف. خدناه كده وقفنا جنبه شهور ودعمت النادي ملايين من جيبي وتنازلت عن حاجات وصول ليا فيلا لبعض المقربين ليه برضه ما رضيتش يعني حاجات من باب المساهمه ان احنا اسره واحده ما بدوقش. الاقي النكران انا ما شفتش كده الصراحه. اقول لك على حاجه والله كان مره الواحد ما اتكسفش في حياته قد ما انا كنت بهاجم الاستاذ مرتضى بعنف وانت وهو راجل يعني لم يسوءني الا لما انا يعني كان رد فعلي كنت حد شويه معاه. لكن الراجل ما يعني ما ظلمنيش ظلم مبين ده خالص. ناس تاخد ملايين وتنكر ويتكلموا ويتهامسوا باوهام يا صاحبي. مرتضى منصور راجل محترم يعني انا بقول لك على المستوى الشخصي اي واحد معرض للعمل العام ممكن معرض لخلافات في وجهه النظر صح وكده خلافات عابره يعني ما وقفناش عندها. لكن الراجل ولا خد فلل ولا خد ملايين ولا خد حاجه خالص. اخيري كنت بجيب لعيب مثلا صيني ولا حاجه للنادي وبتاع. ده راجل بيقعد مع مجلس الاداره بيفرش ورق. قلت لهم انتوا عندكم ازمه ماليه هتتحل 1 2 3 4. خد مني ملف كامل وكان معايا الاستاذ خالد رفعت وده معمول خدمه لله يعني خدمه. هو يا استاذ عبد الناصر عشان هو مش اختراع نادي غزل المحل اللي هو نادي قد كده عمل شركه وطلعها في البورصه وتم قيدها في البورصه غزل المحل. فبالك اما الزمالك اللي هو الزمالك بالفاليو اللي فيه بحجم اسم الزمالك بتاريخه بممتلكاته انت عارف نادي اكتوبر ده مش عارفين يبنوه ده كان يتبنى في 6 شهور لو كان فيه يعني دعم مالي. هم كانوا في نادي 6 اكتوبر طالبين من وزاره الاسكان يعملوا ده سر بقوله لك يعملوا كومباوند سكني. فوزاره الاسكان قالت هذه ارض مخصصه لمنفعه نادي منفعه كومباوند. فراحوا اخترعوا حاجه ثانيه وقدموا التصور انهم يعملوا مول تجاري وهم منتظرين موافقه المول في 30 مليون جنيه دفعها مجلس مرتضى منصور لشركه وادي النيل. دي بقول لك على الهواء عامله المخططات وعامله الرسومات ومظبطه الدنيا والدنيا واقفه على التراخيص. طب انت ليه ما روحك استفدت من فلوسك دي على كان تبني؟ حتى الان المهندس هشام نصر مسؤول الملف ما رضيش يرد علينا. هو يعني انا قلت لك المشكله بس ان كابتن هشام نصر كان بيدير اتحاد كره اليد. هو راجل محترم وكل حاجه ما اطعم في ذمه اي حد خالص. الناس كلها في وادي بقى نادي الزمالك يختلف كثيرا عن اداره الاتحادات. خلي بالك انت شفت النادي والزحمه اللي حصلت فيه. ما انا بقول لك يعني تختلف. تاني حاجه حضرتك بتتكلم على سواء مول او محلات القصه مش كده. القصه دي كلها فاليو الكلام ده كان يتلم كل الاصول دي نص ارض 100 عقبه او ارض مهندسين تبع النادي يعني دي ملك النادي. خلي بالك في نص تبع الاوقاف ايجار ونص ملك النادي زاد حقوق الرعايه بتاعت اللعيبه واسم النادي واسم الشهره اللي هي ارض اكتوبر ده بيتلم يا استاذ عبد الناصر تحت الفند. فند ده فند عقاري يتم توريكه مثلا هنقول ب 10 12 مليار يتعملوا حاجه اسمها فالويشن
او عدد التقييم. طبعا هي قصه يعني عقيمه شويه بالنسبه للاعلام الرياضي مش متملسين فيها، بس هي قصه لازم تتبنوها يا جماعه. الانديه دي تبقى ليها دخل مستدام، تصرف بشكل ممنهج. سيبك بقى ان احنا عايزين فلوس، الحق الصفقات مؤثرش بشكل الممنهج ده، بيوديك للمال النظيف. مظبوط. يعني كانوا في الحدث اليوم الاخوه بيقول لك ايه، الاهلي جاب دولاراته منين؟ طب ما قبل ما تقول الاهلي جاب دولاراته منين قول مداخيله كام. مظبوط. يعني الاهلي بيستهدف 40 مليون دولار من الانتر كونتيننتال وكاس العالم، ومعروف داخله كام. طب ما انت عندك انديه لحد عارف داخلها كام ولا بتصرف ايه. ما انا بقول لك، انا للاسف الشديد يعني انا قعدت مع سياني بيرزي اكتر من مره. يعني في زمان، وراجل يعني عنده شركه مقيده في البورصه، وراجل يعني محترم، وراجل عنده فهم بتاع مولته، يعني راجل الناس عندهم فاميلي بيزنس، وراجل محترم وشديد الادب فعلا الصراحه. يعني عايز اقول لك، انا قلت له زي ما انت عامل ايديتا يعني في البورصه، انا ما اعرفش مولته دي غير منكم. ايديتا هي اشهر يعني. انا على ايديتا دي في البورصه، قلت له لازم الزمالك يبقى كده. ويعني ايه يعني سامي الناصر دي بتطرح اسهم، الاسهم دي بيجي لك مساهمين، المساهم ده بيضخ فلوس بناء على ان هو شايف مستقبل النادي هيجيب بطولات. طب لما قعدت معاه قال لك ايه؟ ما انا بقول لك الفكر يا سامي الناصر، الفكر. قال لك ايه؟ ده ما هو راجل بيدرس بقى. هندرس وهنشوف وهنعرض. طبعا حسين لبيب عنده مشكله يا سامي الناصر، هو بيستقي معلوماته من السوشيال ميديا. دي مصيبه. اللي هي ايه؟ الصفرة، مش المحترمين. ما يشوفش مين محمد الماوي اللي هو رمز من رموز البورصه في مصر والوطن العربي، ومحمد الماوي ده بيستحوذ على الشركه، هو نفسه كان مساهم معايا فيها وكسب معايا ملايين، وانا لا استحي اقول كده، ومش عارف الناس بتعتب عليا. ده شغل وبزنس. وانا انت لو كتبت على النهارده على جوجل شركتي، شركه تعميم واستشارات مثلا، هتعرف نسبتي، مش سر. احنا نلزم قاعده كده. كابتن حسين لبيب بيشتغل معاك وكسب الشركه؟ لا، وكل ما الزمالك الكبار عمر عندي يعني، هو كسب كتير مش مني يعني، فلوسه هو. لازم يدرك فكري ايه وهو يعلم. ويمكن انا بعت لك مره كان بعت على فويس للنادي، ان ليه انا بقى نزل على فويس بالخطا، قال لك الماوي ده سمعته لك مره. ايوه. انا بعته لك تاني، هو اللي بيقول مش انا يعني، مفيش اكتر من كده. هو جاي يعني، هو بعته الغلط، فنزل وشير النادي كله. يعني يا محمد واثق في فكره كذا، لما يجي النهارده وقت الجد تحت خزعبلات في دماغ البعض يضروا النادي. هو عارف حجمي لا يقل عن الاستاذ ايمن عباس في تمويل النادي، وفكر اقدر اضيفه للنادي. اقعد فكر انا عشان ناصر هفيده من اتبرعهم. ما كان انت كده هتقلقهم. قلقهم ليه بقى؟ ما هو بدل هو بيظن كده انك انت بدل ما تتقرب. يا عم انا نازل تحت الصاوله، هو هيشوف لعيبتي ويشوف مسابقه الصاوله عشان نراعي الموضوع. ايه زمالك ايه بس؟ انا فاضي يا سعد ناصر. انا يا سعد ناصر متعب. هو يظن كده في حاجه زي ما حضرتك كده بتعشق. انا بشوفك دايما انك بتخدم اهل بلدك وبتخدم الناس والكبير والصغير. ده باب يا حبيبي اسمه من باب السوشيال ريسبيلتي، مسؤوليه مجتمعيه. ده من باب المسؤوليه المجتمعيه اللي هم جايز ما يعرفوهاش. على فكره انت والنبي عايزك في برنامجك الحلقه الجايه الاربع والخميس، انت طبعا بتبقى مسهر كمان، هات ال 12 اسم وشوف مين اشتغل في مجلس اداره النادي. انت بتتكلم على مرتضى منصور، ده كان من سبعه من كام 92 في مجلس اداره، بحلو بوحشه بقراراته. قراراته صح. الخبره يا سامي الناصر، الخبره دي بتتعلم. صح. وانا النهارده بقيت محمد الماوي كده في يوم وليله، اشتغلت 32 سنه صح. في البورصه من 94 يا سامي، او من 93. يعني دماغنا دي بقت معجونه.